مرحبا حبايبي السعد اوقاتكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ هذا الفيديو رح احكي عن التجنيس والقرار الجديد يلي رح ينطبق طبعا بعد اسبوعين، يلي هو اي حدا باصن قبل 2022 هذا رح يضل على حاله. انا عم بحكي كاندماج مستوى لغة الامبورخرين. الكل بيعرف انه الاندماج المستوى القديم او القرار القديم هو كان نحصل للآدفة وبعدين نقدم الامبورخين ونقدم على الجنسية او اعفاء اذا عنا. القرار الجديد بعد 2022 رح يكون مستوى اللغة BN بدل الآدفة. انتو بتعرفوا انه في آدفة AN وآدفة وفي BN وفي مستويات اعلى اكيد، بس من بعد 2022 هولندا تطلب حتى تقدر تنجي الناس لازم يكون معك مستوى BN. طبعا هن رح يعرفوا انه انت باصم بعد ولا قبل، فهن بيعرفوا اذا انت من ال انت ينطبق عليك الجديد ولا القديم. بس على العموم انه الادفة قبل 22 والبين بعد 2022. طبعا في ناس بتقول هالشي منيح. حبايبي طبعا منيح، يعني اكيد كل ما يعني كل ما زاد المستوى، كل ما زادت اللغه، زاد يعني بتتعلم اكثر اسرع احسن. طبعا وهذا الشيء كتير منيح، لانه اكيد ما في اي حدا بيرضى واحد ما يكون عنده لغة. اصلا اللغة لنا ومو يعني مو لحدا تاني، اللغة لنا. يعني نحن اذا تعلمنا لغة ورحنا على اي محل نحن قادرين نحكي، قادرين نوصل الفكرة. حبايبي يلي بده يروح يجنس رح يطلب منه هذا اول شرط، يعني من احد الشروط انه لازم يكون معك لغة الامبورخيني او يكون معك الاعفاء. اوكي حبايبي، هذا الموضوع، هذا قرار جديد من ناحية اللغة والاندماج. طبعا اندماج انا كمان مو بس عم بحكي انا كاندماج انه الامبورخيني انه بس لغة. حبايبي بالكامبات رح يصير عندكم اجتماعات انه اندماجات بأحد الصفوف بالكامب. في واحدة من الكوة هي بتكون مسؤولة عن الاندماج، بتصير تفهمكم شلون القوانين بهولندا، شلون واحد بيقدم على شغل، شلون بتتصرف معهم عند الدكاترة، عند بالمحلات بالسوبرماركتات. حتى بيحكولنا عن العفو منكم الزبالة، بيحكولنا انه هون في الوان، هون في الوان هون مثلا الاسود والازرق، الاسود لشو والازرق لشو والاورنج لشو. فبالكامب رح تشوفوا هالشي. انا عشت هالشي وحضرت كل الاجتماعات والاندماجات وحتى صار عندي فكرة قوية، لانه لما انتقلت على البيت انا صار معي اللي اعطوني اياه، اللي علموني اياه، فانا صار سهل علي هالشي. حبايبي رح يصير معكم هالشي. اوكي، ف استغلوا فرصة الكامب. والله يلي بيطلع له بيت وبيروح من الكامب ما رح تفضوا تحكوا راسكم. عن جد انا عم بحكي، لانه انا عم بحكي كتجربة، يعني انا صارت معي وانا عم بحكي لكم اياها اكيد حتى يكون عندكم فكرة. استغلوا قعدتكم بالكامب من اللغة، استفادوا من اللغة تحدثوا. في ناس تخجل تحكي لانها ما بتعرف تحكي هولندي. لا حبايبي لا تخجلوا، هن بالعكس بيعلموكم. فوت بالمجتمع، فوت احكي مع هولندية، يعني خلي يكون عندك اصدقاء هولندية لو اكبر منك، لو ختايرة، لو هن بينبسطوا هالشي. استفيدوا من اللغة، لانه بكرة بترتاح لما تروحوا على البيت وتفوتوا على اللغة على المدرسة. انتوا رح تنبسطوا انه عندكم فكرة وانتو بالكامب لما كنتو بالكامب. اوكي حبايبي، هذا الموضوع انتهينا منه هلا، انه الموضوع الاندماج والقرار الجديد
انه لازم يكون في البيئة. هلا موضوع تاني بصراحة انا بس بدي احكي بهالموضوع. انا اليوم عفوا امبارح راسلني واحد قال لي اخي مشان الله بس اعطيني الجواب انه جواب الصحيح، في ناس عم يخوفوني انه لا تجي على هولندا وما عم يعطوا لجوء وما عم يصير فيه لم شمل وكذا. انا دغري مباشرة كتبت له هذا الحكي مو مزبوط والكل عم يقدم ولا تاكل هم ولا تسمع كلام الناس، حبايبي لا تسمعوا كلام الناس. مو اجى حي الله واحد اجى قالكم هولندا ما عم بيعطوا، لا تسمعوا له، لا تسمعوا له. اسالوا شخص، اسالوا محامي، ما رح لكم تسالوني او اسالوا، اسالوا محامي وشوفوا انه اسالوا اكثر من واحد، لا تسالوا واحد وخلص انه هذا هو كلامه الصح. لا حبايبي ما في شيء من هالحكي وما في اي تغييرات ولا تحديثات من ناحيه اللجوء، وخاصه من بعد قدوم الاوكرانيين ما في اي تغيير حبايبي. الدول اللي لها المرتبه الاولى مثل سوريا واليمن والدول اللي الدول كلها الدول اللي لها مرتبه اولى بهولندا ما في اي تغييرات. اصلا عم بيصير في هذا خبر حلو، بعد الكامبات عم يصير في استعجال، يعني الدولة الهولندية عم تستعجل من ناحية الإقامات، يعني ممكن 4 شهور 5 شهور عم بيحصلوا على إقامة. حبايبي في ناس بيحصلوا على إقامة والبيت بظرف 5 شهور و6 شهور وبتجيب لم شمل خلال شهرين. حبايبي برجع بقول أنا طبعا أنا عم بحكي 5 شهور و6 شهور، وفي ناس بتطول يعني اكثر شوي. برجع بقول انا انه مو اذا هذا الشخص اخذ 6 شهور الاقامه انت رح تكون انت مثله، لا يمكن ممكن انت اقل وانت اجيت بعده. فحبايبي هولندا، انتبهوا، هولندا نيدرلاند، هو هولندا بلد الحظ، هولندا بلد الحظ، لانه ممكن اوراقك يجوا عند موظف، هذا الموظف ما اجى غاب اسبوع لنفرض، فبدك ممكن تستنى اسبوع، ممكن يتاخر، ممكن كذا، وملف وغير اوراق ممكن اسرع. يعني هولندا بلد الحظ، ممكن واحد اجى بعدك بشهرين واخذ وجاب لم شمل وانت لسه ما حصل. فلا تزعلوا ولا تنهموا، وانا يعني انا بعرف ومتاكد انه ما في اي تغييرات، لا تحديثات ولا تحديثات، وبالعكس عم بيسرعوا بعد الكامبات والكل عم يحصل على لجوء واقامات. وما في هولندا ما بتميز هاد عن هاد ولا هاد عن هاد ولا هاي الدوله عن هاي الدوله. قدوم الاوكرانيين انه بياثر شيء، ما في شيء بياثر حبايبي. يسعد لي اوقاتكم، بدي اياكم دائما هيك تتفائلوا، تكونوا متفائلين، تثقوا. كيف بدي اقول لكم اياها؟ انه لا تسمعوا كلام الناس كثير، خلوكم ريلاكس، اسالوا اكثر من واحد، اكثر من شخص، اذا قادرين تسالوا محامي اسالوا ولا تيأسوا. هولندا بلد جميل حلوه وبصراحه اجراءاتها سريعه لم شمل، وبنصحكم الشخص اللي بده يجي على هولندا مباشره وبيعرف حاله انه بده ياخذ اقامه مباشره يفوت يتعلم اللغة، يبلش باللغة. إذا فكرتوا إنه لا ما بتتعلم لغة لحتى آخذ الإقامة، ليش؟ ما أنت آخذها آخذها، إذا أنت بتعرف حالك آخذها وما عليك شيء وكله تمام، أمورك كلها تمام وعندك عيلة وبدك تجيبهم، بلش دغري باللغة. إقامة جاية وانت قاعد بالبيت وانت نايم رح يجي يدقوا الباب عليك وهاي ويقولوا لك تعال في عندك بريد. لا تاكلوا هم حبايبي. المهم انا ما رح طول كثير بالفيديو، كان موضوعي عن الاندماج والقرار الجديد. موضوع الثاني هو انه ما في اي تحديث، ما في اي تغيير، كل الامور منيحه ويسعد لي اوقاتكم حبايبي. اذا فعلا عجبكم الفيديو وحابين مواضيع ثانيه، اسئله جديدة وأسئلة تانية انتو حابين تسألوني اياها،
انا رح جاوب على كل الأسئلة. اكتبوا لي بالتعليقات واهلا وسهلا فيكم، نورتوا قناتي، ويلي عم يشوفني هلا اول مرة عم يشوفني لا تنسوا تشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، واللايك حبايبي، هذا اللايك، هذا زر، هذا اللايك عملوا لي اياه حتى يوصل لاكبر عدد ممكن والناس تستفيد من الفيديو، لانه انا عم بحكي وعم بحكي من قلبي لإلكم لتستفيدوا، للناس اللي ما عندها فكرة. وأكيد مع الأيام الجاية رح ساوي كمان بعض النصائح، بعض المعلومات اللي ممكن الكل يستفيد منها. حبايبي يسعد أوقاتكم، بحبكم كتير، وباي باي.